بنتي شبكي؟ عمو حقي ولا شي، شردت لكني قايمة ضبطك فورا. لا تعذبي حالك، صدقي خلص كل الشغل. ما بعرف كيف شردت، تركت كل الشغل على صدقي. لا تاكلي هم بنتي، انتي ريحي حالك. آسفة عمو حقي، انا اليوم بدون ما اقصد كسرت صحنين، ما تواخذني عمو. ولا يهمك، القصة مو حرزانة، أهم شيء أنه أنت ما ينكسر قلبك وتزعلي. عن جد شكرا لك. صدقي أنا بعتذر كرمال اليوم. ولو فتون، شو هالحكي؟ يلا بشوفك عمو حقي. مع السلامة يا بنتي. كمان بسكليتي؟ على مهلك يا بنت، ليش هيك عم تسرعي؟ يا الله، ما لحقتها. ايمتى تعلمت تسوق البسكليت بهالسرعة؟ مو معقول. هذا هو اكيد شارع بيتك يا فتون خانم، بس انا واحد بيتك. خالتي؟ نعم. خالتي لو سمحتي بدي اسالك، بهذا الشارع في شيء؟ اكيد عم تسال على هداك البيت تبع الاجار. لا 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 لا، مو على. بلا، هذا البيت اللي كنت بدي اسالك عنه، مين صاحبه؟ بقدر اتصل فيه؟ بتعرفي؟ معقوله ما اعرفه ابني؟ تعال روح انا وياك لعنده. يلا منروح. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.